منذ بعض الوقت يسمع هنا في داخل بلدة حوش السيد علي أصوات قصف وإطلاق نار، ولكن عميق وبعيد طبعا في المقلب الآخر من الحدود في المناطق السورية المحاذية لهذه البلدة اللبنانية أو الملاصقة حتى للحدود اللبنانية. هذه الأصوات يعني تسمع بين الحين والآخر جراء ما حصل اليوم بحسب رواية أهالي البلدة وأكثر من مصدر، عندما قام مسلحون أو المنشقون من الجيش السوري أو الجيش السوري الحر بعملية ضد نقطة مركزية ثابتة للجيش السوري وهي مقابلة لبلدة حوش السيد علي، والتي ذهب ضحيتها المواطن اللبناني علي أبو بكر بسقوط قذيفة قريبة من منزله وهو كان يعمل في محيط منزله. هنا أجواء من الحزن طبعا في البلدة تلفها، ونحن أمام منزل الفقيد حيث مجلس العزاء وإلى جانب مختار البلدة السابق ياسر أبو بكر ليطلعنا على ما شاهدته وسمعته هذه البلدة الملاصقة للحدود. طبعا أذكر أن حوش السيد علي هي يقابلها البلدة الحمام والصفصافة السوريتين، ويعني يزبك كما تعلم هذه المنطقة هي هنا تتداخل فيها الأراضي ولا يمكن معرفة الحدود بشكل واضح أو المعابر نظرا لتداخل الأراضي. مختار، يعني شو اللي صار اليوم؟ شو اللي صار تحديدا مع علي بكر؟ عم يصيب بالمزرعة تبعه وجيته القذيفة، ما بنعرف منين، مو معروف منين اتجاهها، مو معروف منين. نعم، يعني كان هو عم يشتغل مثلا بالضبط. اي وقت تقريبا بالضبط؟ بال11 يمكن، اي الساعة 11. نعم، وين نزلت القذيفة؟ نزلت على بيته او وين؟ بجنب البيت حد منه. اي وكان في حدا غيره مثلا؟ لا ما في حدا غيره. دغري مات من الشظايا من القذيفة. طيب انحكى مختار انه عن اصابات اخرى وعن قتلى؟ ما في عندكم؟ لا ما في ابدا، لا ابدا ما طيب سمعنا. دايما عم بيصير هيك هون او اليوم لاول مره؟ لا اليوم صارت هيك، يعني صار هيدي الاجواء، صار في اشتباكات. نعم. قريبه الهيئه بيناتهم، الاشتباكات قويه شوي. نعم. فصار في تقريبا قصف هذاك، لانه هو الله يرحمه توفى بقذيفه هاون. ايش قذيفه هاون؟ هو كان عم يصيب الشجرات تبعونه، يعني النصبه تبعونه تقريبا. نعم. كان عم يصيب، فايش قذيفه هاون حد منه شظته كله سوا. شكرا. يزبك يعني هذه هي الاجواء. طبعا هذه البلده يعني هي الزراعيه بمعظمها عند الحدود، هناك طبعا اجواء قلقة وهدوء حذر. هناك مصادر أمنية. نعم. تحدثت لنا منذ بعض الوقت عن سقوط جرحى، ولكن لا معلومات عن سقوط قتلى غير طبعا المواطن علي أبو بكر.